يبدو أن يعني هناك إصرار على خارطة طريق بوتفليقة، ومن وجهة نظرهم هم يرون أن المرحلة الانتقالية القادمة وفقا لما رسمها بوتفليقة هي الأنسب لتحقيق الاستقرار، كما ذكر ضيفي من الجزائر السيد عبد القادر. ولكن الطرف الآخر يرى أن المرحلة الانتقالية مختلفة، ويجب أن تبدأ بالتخلص من كل رموز رجالات الدولة الحالية. في اعتقادك ما الذي متوقع الآن، يعني ما الذي ينتظر من خلال المرحلة الانتقالية كما يريدها المعارضون؟ نعم بالطبع، يعني خارطة الطريق التي أرادها يعني الرئيس بوتفليقة هي كانت بمثابة أن تحدث بعض الاستقرار الأمني على الصعيد الأمني، ولكن هذه الخطة رفضها الجزائريون في الشارع والمعارضون يعني والمتظاهرون بمعنى أصح. بالطبع يعني نحن نتوقع، يعني علينا أن ننظر إلى غدا، فإذا كانت نفس الأعداد ستشارك وترفض قرار أو تصريحات الرئيس قائد صالح التي أدلى بها، فهنا سوف نرى يعني مثل كل ثورات الربيع العربي تخلي كل رموز النظام عن السلطة، حتى أننا نتحدث عن دستورية بعض القرارات. يعني نحن رأينا في منذ أيام الحركة الأولى هناك كانت مطالب بإلغاء هذا الدستور، فحتى نحن نتحدث عن دستورية القوانين أو دستورية القرارات، فهذا الدستور هو مرفوض، ولذلك نحن شاهدنا تدخل قائد الجيش كأنه كالضامن الأمني أو ضامن الاستقرار أو الوحيد الذي يتمتع بصورة طيبة نوعا ما لدى الشعب الجزائري، نظرا لأنه في نظرهم هو وزير ثورة التحرير، ولذلك نرى تدخله. أما سواء المجلس الدستوري فنرى أن الجزائريون هم رفضوه أيضا، ولذلك يعني كانت خطة بوتفليقة أكثر تحقيقا للاستقرار، ولكن مطالب الشعب الجزائري في تغيير النظام بأكمله يعني هي مشروعة طبعا وواردة. يعني أنا أتوقع أنه في الأيام المقبلة سوف يستمر الحراك، ولذلك سوف يرحل معه كل رموز هذا النظام. طيب